السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة هنتكلم على السكشن رقم 3، هيبقى السكشن على الميوزيس ديفيجن. طبعا الفيديو ده لان كتير من حضراتكم طلب ان هو يتسجل، فبناء عليه ده تنفيذا لرغبة حضراتكم هنبتدي ان احنا نتكلم النهاردة عن الميوزيس ديفيجن. خلونا نبتدي ونشوف مع بعض هنتكلم فيه عن ايه. اول حاجة انا هتكلم عليها النهاردة هي المين بوينتس. انا هتكلم عن الاول عن الفانكشن بتاعت الميوزيس والميكانيزم بتاعته، وهتكلم على ان انا عندي الميوزيس بينقسم عندي لحاجتين، هي الميوزيس 1 والميوزيس 2، تمام كده؟ بس خلونا قبل ما نبتدي نفتكر بعض الحاجات عشان هي دي اللي انا هكمل عليها باقي السكشن، والمصطلحات دي هتكمل معايا باقي السكشن عشان حضراتكم تبقوا مركزين معايا. اولا خلونا نراجع الكروموسوم ستراكشر، هو شكله عامل ازاي. اولا هنا وليكن مثلا الكروموسوم الازرق ده كروموسوم قائم بذاته لوحده، والاحمر ده قائم بذاته لوحده، بس عباره عن 1 كروماتيد، يعني ده كروموسوم مكون من 1 كروماتيد. زي ما احنا ما جينا قلنا قبل كده ان انا في السيل سايكل في عندي كذا ستيج، اللي هي الجي 1 والجي 2 والاس والجي 0 وهكذا. انا دلوقتي الكروموسوم ده كده شكله قبل مرحله الاس، لان ديورنج ان هو دخل مرحله الاس بيحصل عمليه ريبليكيشن ليه، فبناء عليه بعد عمليه الاس او بعد عمليه الريبليكيشن بيبقى عندي الكروموسوم عباره عن 2 كروماتيد، تمام كده؟ التو كروماتيد دول بيبقوا متصلين مع بعض هنا بالسنترومير، تمام كده؟ طيب ال دي بالنسبه لدي دول كده اسمهم سيستر كروماتيد، يعني كروماتيدات شقيقه، يعني ديت وديت اخوات متصلين مع بعض بالسنترومير، يبقى دي ودي سيستر كروماتيد. طب الكروموسوم اللي جنبه ده، احنا قلنا ان كل كروموسوم ليه واحد جاي من الاب واحد جاي من الام، فبيبقى ليه واحد بالظبط شبهه تبك الاصل بترتيب الجينات بتاعته، بيبقوا مع بعض، فاقدر اقول ان دول هومولوجس بير او هومولوجس كروموسوم. طب الكروماتيدة دي، بالنسبه للكروماتيدة دي سيستر ولا نون سيستر؟ لا دي نون سيستر، لان هم مش متصلين مع بعض بنفس ايه السنترومير. يبقى انا عندي دلوقتي ده شكل كروموسوم بس قبل مرحله الاس، قبل ما يحصل له ريبليكيشن. طب حصل له ريبليكيشن يبقى عندي عباره عن تو سيستر كروماتيد متصلين مع بعض بالسنترومير. الكروموسوم الازرق ده بالنسبه للكروموسوم الاحمر ده الهومولوجس بير بتاعه، يعني اخوه بالظبط. طيب الكروماتيدة دي بالنسبه للكروماتيدة دي نون سيستر كروماتيد، تمام كده؟ خلونا يا ريت نبقى مركزين في المسميات دي ونركز فيها كويس جدا، لان احنا هنشوف بعد كده هنحتاجها في ايه. خلونا نعرف الفانكشن بقى بتاعت الميوزيس. احنا خدنا في الميتوزيس ديفيجن الفانكشن بتاعته، طبعا هنا الميوزيس ديفيجن هيختلف عندي في الفانكشن بتاعته. ليه؟ لان هو هنا المفروض ان انا الهم اللي بيحصل، يعني همي الاساسي ان انا في الاخر المفروض انا احصل على ايه، ان انا ابتدي بمذر سيل 2n بنتهي في الاخر بفور دوتر سيل كل واحده فيها ان واحده. دي هنا عشان انتج الجامتس، يعني عشان كل جامتس ينتج لي ان، عشان اثناء عمليه الفيرتلايزيشن يديني الزيجوت عباره عن 2n. انما لو ما حصلش هنا عمليه الريدكشن لل 2n دي ناتبه ان، هيديني ايه؟ كلام مش مظبوط. فبالتالي اهم فانكشن عندي للميوزيس هي ان عمليه الريدكشن، بيحصل ريدكشن. يعني انا دلوقتي عندي 46 كروموسوم، فهيديني 23 كروموسوم للجميطه الواحده. وتاني حاجه عندي من اهم الفانكشن اللي بتحصل برضو فيه عمليه الكروسنج اوفر والسجريجيشن اللي بتحصل للكروموسومز، تمام كده؟ يبقى اهم حاجه عندي بتحصل ان بيحصل ريدكشن لعدد الكروموسومز وحدوث الكروسنج اوفر. ببتدي بخليه 2n انتهي بفور دوتر سيل كل واحده منهم فيها ان واحده بس. طيب خلونا نعرف برضو زي ما احنا لسه كنا بنقول ان كل كروموسوم عباره عن هومولوجس بير. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا وليكن انا مديك هنا مثال على كروموسوم رقم 7، ان هو مثلا حصل له ريبليكيت عشان يديني 2 سيستر كروماتيدز. ده كده طالما حصل له ريبليكيت يبقى ايه؟ بعد مرحله الاس.
طب الهومولوجاس بير بقى بتاعه يعني ايه هومولوجاس بير؟ زي ما احنا قلنا بيجي واحد بيبقى ماتيرنال من الام، واحد بيبقى باتيرنال جاي من الاب، تمام كده. وبيحصل عمليه الكروسنج اوفر ما بين النون سيستر كروماتيدز، يبقى الكروسنج اوفر اللي بيحصل عندي بيحصل ما بين النون سيستر كروماتيدز، تمام كده. وبيكون لي عندي في شكل اسمه الكيازمات، هنعرف هو ايه، ده ناتج حدوث الكروسنج اوفر، هنشوفه كمان شويه. هنا هنبتدي بقى نعرف، او انا زي ما احنا قلنا او اتكلمنا ان انا عندي نوعين من الانقسام اثناء عمليه الانقسامات، سواء كاريوكاينيزيس اللي هي، فانا عندي دلوقتي زي ما بنقول ان انا عندي نوعين من الانقسام سواء كاريوكاينيزيس او السيتوكاينيزيس. خلينا نشوف عندي ايه هي خطوات الكاريوكاينيزيس، بس الاول خلينا نعرف ان انا عندي الميوزيس زي ما احنا قلنا في الاول ان انا عندي ميوزيس 1 وعندي الميوزيس 2. طيب اول حاجه في الكاريوكاينيزيس المفروض عندي البروفيز 1. طيب البروفيز 1 عندي انا ما اقدرش احكم ان انا اجي اقول ده بروفيز 1، لا ده انا عندي لان هو في عندي ايه سب ستيجز تحتيه، هو مكون عندي من 5 ادوار تانيه تحتيه. خلونا نشوفهم كده بالترتيب، هي دي ملخص للميوزيس الاول اللي هي البروفيز 1 والميتافيز 1 والانافيز 1 وبعد كده التيلو فيز 1. طب خلينا نبتدي في اول دور اللي احنا اتكلمنا عنه هو البروفيز، اول دور فيه اللي هو الليبتوتين، تاني واحد الزيجوتين، تالت واحد الباكيتين، رابع واحد الدبلوتين، واخر واحد هو الدايكاينيزيس. خلونا نشوف باختصار كده كل دور يعني اهم ما يميزه هو ايه. اول حاجه هو الليبتوتين، هو جاي هنا من اسمه، هو عباره عن بيبقى الكروماتين عندي موجود عليه عقد تقبل الصبغ بشده جدا، المفروض ان هي بتبقى هايلي كوندنسد جدا، فايه فبالتالي هي بقدر ان انا اشوفها بعد عمليه الستيننج ليها، فبالتالي هي الاماكن اللي بتقبل الصبغ دي اسمها الكروموميرس. بس انا هنا دلوقتي ما اقدرش اجي اقول لك ان انا تحت الميكروسكوب العادي اقدر اشوف دور الليبتوتين ده، فبالتالي انا ده مش هقدر اميزه تحت الميكروسكوب. يبقى الخمسه ستيج دي اول واحد منهم الليبتوتين انا ما اقدرش اميزه تحت الميكروسكوب العادي، تمام كده. تاني دور عندي هو الزيجوتين، برضو ده انا ما اقدرش اميزه تحت الميكروسكوب العادي، بس لازم نعرف هو ايه اللي بيحصل فيه. بيحصل ان احنا عندي في بيتكون وحدات اسمها وحدات الباي فيلنت، مش احنا لسه كنا بنقول لكل كروموسوم ليه الهومولوجاس بير بتاعه اللي هو واحد ماتيرنال واحد باترنال. طيب تمام، في الخطوه دي بيبتدي بقى كل هومولوجاس بير يحصل له ساينابسز. يعني ايه ساينابسز؟ يعني يحصل له التصاق بالطول او يقف جنب الكروموسوم الهومولوجاس بتاعه في الستيج دي في وحده أي تسمى عندي هنا ايه التترادز، لان كل كروموسوم بيبقى عندي عباره عن ايه عن تو سيستر كروماتيد، يعني عندي دلوقتي اربع كروماتيدات واقفين جنب بعض، تمام كده. ده انا ما بقدرش اشوفه برضو تحت الميكروسكوب. يبقى اهم ما يميز الزيجوتين هنا تكوين وحدات ايه الباي فيلنت، تمام كده. تالت دور عندي بقى هو ده هنا اول دور اقدر اميزه تحت الميكروسكوب. ليه؟ لان انا المفروض عندي هنا بيبقى ظاهر عندي تحت الميكروسكوب الكروماتين هنا اتفكت الحلزنه، بس ستيل النوايا لسه ايه موجوده. طيب هنا الباكيتين اهم ما بيحصل فيه هو ايه؟ بيحصل هنا اهم حاجه واهم حاجه من الفانكشن بتاعت الميوزيس زي ما احنا بنقول هي حدوث الكروسنج اوفر، واحنا قلنا الكروسنج اوفر بيحصل فين؟ ما بين ايه؟ ما بين النون سيستر كروماتيدز. طيب خلونا نشوف مع بعض صوره توضح الكلام ده. احنا دلوقتي عندي ده زي ما احنا ما بنقول ان الهومولوجاس بير ابتدى يحصل له ايه اللايند جنب بعضه في مرحله الزيجوتين، صح كده. فخلاص كده كل كروموسوم واقف جنب كروموسوم الزميل ليه، يبتدي بقى يحصل عندي الكروسنج اوفر ما بين النون سيستر كروماتيدز، يعني دي بالنسبه لدي دي نون سيستر، تمام كده، عشان يبتدي يظهر لي الاختلاف اللي ظاهر ما بيننا كلنا. احنا كلنا عندنا 46 كروموسوم وكلنا عندنا نفس الجينات المسؤوله مثلا عن لون العين، طول الشعر، نوع الشعر وهكذا، بس الاختلاف ما بيننا ده جاي ناتج حدوث الكروسنج اوفر ما بين النون سيستر كروماتيدز. فيجي عندي ناتج بقى
حدوث الكروسنج اوفر ان انا ظهر عندي الكروموسوم مثلا الباترنال شايل حته من الماترنال والماترنال شايل حته ايه من الباترنال، وبالتالي السيكونس عندي بتاع الجينات يعني انا عندي هنا كان الازرق ده وليكن كان ايه كابيتال بي كابيتال سي كابيتال الاليلز دي التتابع بتاعتها، انما الاحمر ده كان مثلا ان الاليل في حاله ريسيسيف، بعد الكروسنج اوفر بقى فيه هنا دوميننت وريسيسيف. تمام كده. رابع دور عندي وهو دور الديبلوتين. الديبلوتين هنا بيحصل فيه حاجه مهمه جدا، وهي ان السايتولوجيكال افكت بتاع حدوث الكروسنج اوفر، انا دلوقتي هتاكد منين ان حصل كروسنج اوفر؟ بتاكد اثناء مرحله الديبلوتين بشكل الكيازما. شكل الكيازما ده اللي هو شكل الضفاير، ان هو ان الكروموسومين التصقوا مع بعض وبيبتدوا كل واحد اخد حته وهما بييجوا يبعتوا يبعدوا عن بعض بيبتدي يشكل عندي شكل الضفاير. يبقى شكل اهم ما يميز دور الدبلوتين هو شكل الكيازما، زي ما احنا ما بنقول هو ده السيتولوجيكال افكت بتاع حدوث الكروسنج اوفر. اخر دور عندي في البروفيز 1 بقى كده خلاص هو الدايكاينيزيس، وهو خلاص الكروموسوم وصل عندي لاقصى درجات الحلزنة والكويلنج عندي وبقى حجمه سميك جدا، والنيوكليوس بيحصل لها ان هي تبقى اختفت. انا هنا اهم ما يميز الدور ده ان انا اقدر اعد فيه الكروموسومز. فاكرين احنا في الميتوزي كنا بنقدر نعد الكروموسومز في انهي دور؟ كنا بنعده في الميتافيز، لان كان بيبقى وصل عندي هنا الكروموسوم برضو الاقصى درجة من درجات الحلزنة، يبقى في الميتافيز في الميتوزي بقدر اعد الكروموسوم، انما في الميوزي اقدر اعده في دور الدايكاينيزيس، وبيبقى صورته تحت الميكروسكوب زي ما حضراتكم شايفين ان هو وصل عندي الاقصى درجة من درجات الحلزنة. يبقى كده عندي البروفيز هم عبارة عن 5 ستيج، في منهم 2 ما اقدرش اميزهم تحت الميكروسكوب، يبقى انا عندي 3 ستيجز اقدر اميز شكلهم تحت الميكروسكوب كويس. نخش على تاني دور عندي وهو الميتافيز، زي ما احنا التتابع الطبيعي بتاع الفيزس اللي احنا اخدناها قبل كده، وهو ان السنتروميرس عندي بتاعت كل بير من الهومولوجس كروموسوم بيحصل لها الرينج ايه في السيل الاكواتور، بتبقى في منتصف الخلية، وبيبدأ عندي ان سبيندل فايبرز يبتدي يحصل لها ايه فورميشن، وتبتدي انها يحصل لها ايه اتاتش بقى مع الكروموسوم. يبقى هنا اهم ما يميز الميتافيز هي ايه، ان الكروموسومز بتبقى في المنتصف زي ما انتم شايفين كده. تمام كده. ويبقى عندي السبيندل فايبرز اتكونت. تاني تالت دور بقى عندي هو الانافيز. السبيندل فايبرز عندي هتبتدي يحصل هنا سيباريشن لكل كروموسوم. ناخد بالنا هنا ان السيباريشن اللي بيحصل بيحصل للكروموسوم از توتال، باخد الكروموسوم كله، يعني ببعد كروموسوم عباره عن تو سيستر كروماتيد مع بعض، يبقى بيحصل هنا الانفصال في الانافيز 1 بيبقى انفصال كروموسومي. تمام كده. يبقى الانافيز 1 بيحصل فيه ايه انفصال، بس انفصال للكروموسوم از توتال، يعني عباره عن تو سيستر كروماتيد متصلين مع بعض للسنترومير. تمام كده. اخر دور عندي هو التيلوفيز، يبتدي بقى كل مجموعه كروموسومز تبتدي تتحاوط تاني من نيوكلير انفلوب وبيبتدي يحصل له تكوين تاني. تمام كده. بيبقى شكل عندي الخليه موجوده فيها نواتين مصمطتين قوي، اقدر اميزهم ازاي؟ ان هما ما بيبقاش الدور نافذ من خلالهم، فبالتالي بلاقيهم ايه مصمطتين، يعني انا لو بشوف تحت الميكروسكوب مش هقدر اميز النور اللي ايه اللي تحتيهم. تمام كده. يبقى انا كده عندي الميوزيس 1 خلص. طب المفروض هيحصل مثلا سايتوكاينيزيس ولا مش هيحصل؟ ها، في بعض النباتات هيحصل فيها سايتوكاينيزيس وبعض النباتات مش هيحصل. يعني دلوقتي في محاصيل زي السيريالز والليجمز، السيريالز بيحصل فيها السيتوكاينيزيس انما الليجمز ما بيحصلش فيها. السيريالز دي زي الويت او الكورن بيحصل عندي السيل بليد بتبتدي انها تتكون ويبتدي يحصل عندي سيتوكاينيزيس، بس بتكمل عندي الانقسام بتاعي بالصوره دي، انما الليجمز ما بيبقاش ما بيتكونش عندي او ما بيحصلش عندي سيتوكاينيزيس الا في الاخر خالص. طيب لما يتكون لي الشكل ده في السيريالز، خلاص حصل سيتوكاينيزيس، الشكل ده اقدر اقول عليه ايه؟
اقدر اقول عليه ان هو دايد. تمام كده. وما ننساش ان واحنا بنحدد كل اسم، يعني اجي اقول ميتا فيز لازم اقول ده ميتا فيز 1 ولا ميتا فيز 2، انا فيز 1 ولا انا فيز 2، لان انا عندي زي ما احنا ما قلنا في ميوزس 1 وميوزس 2. تمام كده. خلونا بقى نبتدي. عندي في الميوزس 2 احنا زي ما احنا قلنا الاول ان انا دلوقتي خلاص انا دلوقتي داخل على البروفيز 2 والميتا فيز 2 والانا فيز 2 والتيلو فيز 2. خلونا نشوف كل مرحله لوحدها. انا عندي دلوقتي البروفيز 2 النيوكلير انفلوب عندي هيبتدي يحصل له ديسابير، وبعد كده الكروموسوم هترجع تاني تبقى كومباكتد قوي عشان يبتدي يحصل لي باقي عمليه الانقسام. فانا عندي دلوقتي، طب انا دلوقتي يا دكتور هميز ما بين الشكل ده ازاي والشكل اللي فات؟ الشكل ده عندي دلوقتي اقدر اميز الضوء من خلاله، فبتبقى شكل النويه هنا منفذه للضوء، اقدر اميز اللايت اللي تحتيها، انما الثانيه كانت سيكنس قوي وكانت مصمطه خالص. تمام كده. يبقى انا عندي البروفيز 2 اقدر اميزه ازاي عن التيلوفيز 1؟ ان هو اقدر اميز الضوء من خلالها. ده بيبقى شكله في الليجمز وده شكله في السيريالز، بتبقى كان في حاجه اسمها بالنص عشان ده حصل السيتوكاينيزيس. تاني فيز عندي هتكلم عنه هو الميتافيز، نفس اللي حصل في الميتافيز 1 هو هيحصل في الميتافيز 2، ان الكروموسومز عندي هيحصل لها الايند في الميدل اوف ذا سيل. تمام. بس انا اعرف ازاي افرق يا دكتور ما بين الميتافيز 1 وما بين الميتافيز 2؟ الميتافيز 1 بيبقى مجموعه واحده من الكروموسومات متصله مع بعضيها في نص الخليه، انما الميتافيز 2 بيبقوا هم عباره عن مجموعتين كده وفي ما بينهم فاصل. تمام. طيب ده بيبقى الشكل في الليجمز، انما ده بيبقى الشكل في السيريالز عشان حصل السيتوكاينيزيس. تمام كده. يبقى ايه؟ يبقى انا عندي السيستر كروماتيدز هيحصل لها ايه؟ لاين في ايه؟ في الميدل اوف ذا سيل. تمام كده. وطبعا ما ننساش السبندل فايبرز ان هي بتتكون في مرحله الميتافيز. طيب دلوقتي الانافيز هنا بقى هيحصل سيباريشن. طب انا في الانافيز 1 حصل سيباريشن للكروموسوم از توتال بقى، كروموسوم ككل. طيب في الانافيز 2 بقى السيباريشن هنا هيحصل لايه؟ هيحصل للسيستر كروماتيدز اللي هم ايه؟ اللي هم كانوا اتنين كروماتيدا مع بعض بالسنترومير، هيبتدي يحصل هنا ان كل كروماتيدا هتروح لبول من البولز بتاعت السيل. يبقى هنا الانفصال عندي انفصال للسيستر كروماتيدز، يعني اجي اقول هنا ان الانفصال كروماتيدي. يبقى الانا فيز 1 الانفصال فيه كروموسومي، بيحصل الكروموسوم از توتال، والانا فيز 2 بيبقى انفصال كروماتيدي بيحصل للكروموسوم انه بينقسم لاثنين كروماتيد. طب انا هميز الانافيز 2 بالانافيز 1 ازاي؟ الانافيز 2 هنا بيبقى عندي اربع مجموعات من الكروموسومز، انما الانافيز 1 بيبقى عباره عن مجموعتين بس. تمام كده. ده الشكل في الليجمز وده في السيريالز. طيب خلاص كده انا خلصت. يبقى في عندي التيلوفيز بقى 2، ايه اللي هيحصل؟ ان كل مجموعه من الكروموسومز اللي حصل لها سيبريشن هتبتدي تتحول تاني بنيوكلير انفلوب عشان تبتدي انها خلاص خلصت الانقسام كده. فبالتالي هيبقى انا عندي شكل الخليه فيها اربع خلايا او اربع انويه زي ما حضراتكم شايفين كده. ده الشكل في الليجمز وده في السيريالز. خلاص كده الانقسام الكاريوكاينيزيس خلص. طب انا هشوف بقى دلوقتي لو حصل سيتوكاينيزيس بقى، الشكل ده بيبقى خلاص في الليجمز بيتكون عندي اربع جامتس. هنا ده في السيريالز بيديني شكل اسمه التتراد او الشكل الرباعي، كاني انا جايب حاجه كده مدوره ومقسمها اربع ارباع، فده بيبقى شكل التتراد. ده بيبقى ايه؟ في السيريالز. تمام كده. طيب خلونا بقى نراجع على الادوار اللي اخدناها وهي ايه الادوار اللي اقدر اميزها تحت الميكروسكوب. بالنسبه للبروفيز 1 اول دور هقدر اميزه هو الباكيتين، زي ما احنا ما بنقول ان هي لسه الستيل نيوكليولس لسه موجوده وبتبقى عندي صوره الكروموسومز صوره شبكه كروماتينيه كده. طيب اهم ما يميز الباكيتين زي ما احنا قلنا حدوث الكروسنج اوفر. الكروسنج اوفر بيحصل ما بين النون سيستر كروماتيدز. طيب الدبلوتين ده تاني دور هقدر اميزه؟ اميزه ازاي؟ بشكل الكيازما اللي احنا لسه قلنا ان دي السيتولوجيكال افكت بتاعت اللي انا بستدل بيها بحدوث الكروسنج اوفر. تالت حاجه عندي هو الدايكاينيزيس اللي هو بيبقى خلاص وصل عندي الكروموسوم لاقصى درجه من درجات الكوندنسيشن واقدر اعد الكروموسوم فيه. تمام كده. طيب الميتافيز بقى، ميتافيز 1 زي ما احنا بنقول ان
ان الهومولوجس بير اوف كروموسوم بيبقى في منتصف الخليه يبتدي ان هو يتكون، الانافيز 2 بيبقى هيحصل هنا انفصال الكروموسوم از توتال، ده الانافيز 1. التيلوفيز 2 هو خلاص بقى كل مجموعه من الكروموسومز دي هتتحول بنيوكلير انفلوب، فبالتالي هلاقي الخليه فيها نواتين. تمام كده. بعد كده هنشوف بقى عندي البروفيز 2، يبقى ايه البروفيز 2؟ عندي هنا عبارة عن شبكة كروماتينية منفذة للضوء، فبالتالي اقدر اميزها ما بينها وما بين البروفيز 1، ان شاء الله هقدر اميزها. طيب بعد كده ده الميتافيز 2، زي ما احنا ما بنقول دي مجموعتين من الكروموسومات بتبقى موجودة. تمام. طيب بعد كده الانافيز 2 ده بيحصل عندي انفصال الكروماتيدي، بيحصل انفصال الكروماتيدات بس. وبعد كده التيلوفيز 2 هو ايه؟ ده في الليجامز وده في السيريالز. اللي في السيريالز ده شكل التتراد، وده الليجامز عادي اللي هو اللي حصل له سايتوكينيزيس في الاخر خالص. تمام كده. وده عندي السمري بتاع الميوزيس كله، يا رب يكون السكشن ان شاء الله سهل وما فيهوش اي مشكله. على حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.